سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. نرحب بكم جميعا، نشكركم أنكم تحملتم مشاق السفر ويعني والتعب. إن شاء الله كل خطوة في ميزان حسناتكم. نقدر نقول إحنا أسرة لما نجتمع معكم نولوا عائلة، فالحمد لله العائلة تكبر وإحنا والله سعيدين جدا يعني بما نروه يعني بتقاريركم تغطياتكم، وقدمتوا صورة حسنة للأنيس وجينا اتصالات من تقريبا مختلف الولايات، ناس تشكركم على أعمالكم وعلى الإعلام الهادف لك تقدموا فيه. الحقيقة قناة الأنيس الفضائية نعتبرها منارة للإعلام الهادف، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الارتقاء بهذه الرسالة النبيلة. نحاول نسعى أننا نقدم حاجة مختلفة على الإعلام اللي تقدم القنوات التلفزيونية الأخرى، نسعى إلى البحث عن المواضيع اللي فعلا يحتاجها المجتمع. نحاول في كل كلمة إن شاء الله كل واحد فيكم يعطينا كلمة، بعد كل كلمة إن شاء الله يصير تكريم تاعي، تكريم رمزي يعني لجهودكم، وإلا أنتم تستحقوا أكثر من هذا. وكما قالت الأستاذة احنا تمنينا يعني كامل الزملاء يكونوا هنا، لكن إن شاء الله ينقضي هذا المرض بإذن الله ونجتمعوا كامل إن شاء الله. نبدأ بالترتيب الولايات صح؟ أدرار ما عندناش، شلف ولاية شلف، عندنا زميل عبد الفتاح فلاحي. زملائي أفاضل، إدارة قناة أنيس، أنا اليوم جد سعيد احضر اليوم مع زملائي. اليوم كنا نشوفوهم غير عبر صفحة الفيسبوك وعبر المواضيع، اليوم أنا جد سعيد لتواجدي معكم اليوم، وإن شاء الله هذا اللقاء يكون إن شاء الله فرصة باش نحتكوا مع بعضنا إن شاء الله ونتعرفوا على عليكم. إن شاء الله فتكون علاقة إن شاء الله وطيدة مع إدارة القناة إن شاء الله. شكرا لك. نروحوا لولاية الأغوار، زميل بغداد غزال مرحبا بك. حقيقة فرحت أنا كي قلتي رحت للولايات، قلت أنا في الأخر كاع. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سن الشوكي والمحمى من الأبري، لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر، ثم الصلاة على من نوره في الشرق يسري في الغرب يسري في الشمال وفي الجنوب، ألواننا أوطاننا أشكالنا لا شيء، التقوى ها هنا يا أيها الدنيا أصيخي واشهدي، فإن بغير محمد لا نقتدي. لا أطيل عليكم وحتى لا أكون خلا بعد عسل، فسعيد جدا كوني متواجد معكم هنا. كنا نشوفوا أسماءكم في الشاشات، الآن الحمد لله رانا التقينا بكم واللقية خير. سعيد جدا بلقائي بكل الزملاء، وكل سعادة وفخر أني أنتمي إلى مؤسسة قناة الأنيس التي أكن لها كل الاحترام. كانت أمنية وأصبحت حقيقة، كنت أتابع كل التقارير تاعها وكنت أتصل بالزملاء اللي كانوا في القناة مراسلين من بعض الولايات. الحمد لله رانا ضمن أسرة الأنيس. حبيت برك نشكر كل الزملاء على المجهودات الجبارة اللي راهم يقوموا بها، وأشكر طاقم قناة الأنيس على سعة الصدر وعلى صبرهم وعلى مجهوداتهم في تقبل يعني الأعمال تاعنا، وأشكرهم على النصائح. لكي لا أطيل عليكم، هذا واحد التكريم أستاذ عنده عامين، كانت لنا لهم في العاصمة ملتقى وطني وفيه واحد الخطاطة الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى ها هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى ها هنا. نشكر يعني إدارة القناة على الدعوة واللمة، ما نقولوش الدعوة واللمة اللي لمتنا وعرفتنا بعضنا،
مشكورة، وإن شاء الله الرياضة ديما الرياضة. والسلام عليكم. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب. أشنو حب سكرة ولاية بسكرة؟ أستاذ محمد حارث تفضل. نشكر الإدارة وجميع الإخوة الطيبين، وأنا نقول رانا محظوظين بأننا نعمل في رسالة نبيلة مع قناة هادفة. نتمنى ربي يسدد خطانا ونبقى في مسيرة طيبة إن شاء الله لنا وللقناة وللوطن عام. وبارك الله فيكم على هذه الدعوة. قولينا لهذه الرمزية ومهش في تقول لي هذا مكان، يعني هذه كبيرة بزاف. الله يبارك. لأنه كي تتفكرون ونحضروا معاكم نشربوا حتى ميها معاكم خير من الدنيا وفاء. يعني الواحد راه جد فرحان بهذا اللقاء المتميز، ونشكروا إدارة القناة اللي عطات لنا هذه الفرصة اللي جينا تلمينا هنا، وكما يقولوا تعرفنا بادرة خير إن شاء الله. ونشكروا أستاذ أمين ثاني، أستاذ أمين اللي راه ديما معنا إن شاء الله ويتبع فينا ونحتاجوا يعيطنا. أستاذة سارة ثاني اللي راه مكبرة بالها وراه تتعب ثاني، وإن شاء الله نصفوا بالأنيس للريادة إن شاء الله بيد واحدة إن شاء الله، ونصفوا الأنيس بالريادة ونخدموا تاع يد واحدة. بداية أرحب بزملائي الصحفيين، أنا جد سعيد بتواجدي وسط عائلتي ثانية قناة الأنيس وطاقمها، ورحب بزميلي مبروك بوداود كذلك المرافق لي. أتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق في خدمة البلاد والعباد إن شاء الله. سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر إدارة القناة على هذه الفرصة اللي جمعتنا كمراسلين من كل الولايات ولأغلب الولايات. سعيد جدا بتواجدي ضمن طاقم مراسلي قناة الأنيس. نشكر الأستاذ أمين على المرافقة، أستاذة سارة خاصة. عندي 4 شهور ولا في قناة الأنيس، نحسها مدة طويلة. درتيها أمور ما كنتش نتوقع نديرها. الحمد لله، ونتمنى إن شاء الله كل واحد فينا يدير البصمة تاعو في القناة، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. كلمة على المباشر مع المدلعة. باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان. يا مرحبا. مرحبا. والله الشباب كانوا مصرين انني ندير كلمة مسجلة، وانا كنت مصر الا انني نشوفكم بشكل مباشر. بصراحة حرمنا من لقائكم طيلة هذه السنوات، والأمر بصراحة بدأ يطول أكثر من لازم، لكن عسانا نلتقي قريبا. نشوف الأخ بتاع بادنا راح وسط الصورة صح؟ آه والله. حياكم الله. سيدي بارك الله فيكم، ربي يجازيكم خير على تكبد عناء التنقل. وأنا والله المعذرة، أنا في سفر، ويعني أنا سيارة أتكلم معكم، ف قلت معليش على الاقل الواحد يؤدي الواجب، لان فعلا نرى بلي هذا واجب علينا تجاهكم، تجاه كل الجهود اللي بذلتوها طيلة السنة هذه، ومقدرينها والله. أي شايفين وعارفين يعني صعوبة المهمة مع قلة الشيء، مع الوضع العام في البلاد. ف كما نقول احنا يعني التشجيع تحتاج تشجيع يعني دوبلي يعني مضاعف. ف ان شاء الله تكونوا تتقبلوا التكريم هذا
البسيط يعني على بساطته وتقدروا امتنان نتيجاكم وان شاء الله لافاق اوسع وابعد ما زالت رحلتنا ان شاء الله طويله واحنا العائله راهي رايحه وتكبر وهذا طبعا بفضل مجهوداتكم مجهودات كامل الفريق سواء في المقر داخل المقر ولا خارج المقر هذا مما يثلج صدورنا ويزيد يشجعنا اننا نمضي في هذا العمل رغم كل الصعاب وكل التحديات فهنيئا لكم في بيتكم بانجازكم بمجهوداتكم وهذا الحفل تاعكم وان شاء الله تجدوننا سندا لكم فيما نستطيع وحتى فيما لا نستطيع نبذل قصارى جهدنا باش نكونوا عند حق الظلم بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتمضي